بالرغم من بساطة الاحتفالات قديما إلا أنها تحمل الكثير من معاني التسامح والقيم الجميلة والتي تبقى بتفاصيلها في وجدان كل من عاصر ذلك الزمن الجميل. المزيد من التفاصيل من هذه الاحتفالات في العيد الماضي في تقرير أحمد الهوتي. ما أن يرى هلال شهر شوال، ينطلق الأطفال في الفرجان مبشرين ومعلنين بقدوم ضيف عزيز، حيث يعم الفرح القلوب قبل البيوت، وذلك لاستقباله بحلة تليق به، وتبدأ حالة الطوارئ القصوى لدى الجميع في مظهر قل ما نشاهده في وقتنا الحاضر، عاشه آباؤنا وأجدادنا قديما عند استقبال عيد الفطر السعيد. أعياد أول الله يسلمك كانت اعتمد على الطبيعة، الطبيعة نفسها كيف كانت، وكانت الأعياد يجهزون لأهلها، وقلنا أن يجهزون للولد والأب والهذا ملابس، والحريم بعد يجهزون ملابس خاصة بالعيد. والبرهم يخيطون، الحرمة هي تخيط للرجل، تخيط لعياله، تخيط كل شيء، كله في البيت ما في، يعني كلهم بعض بعض يخيطون، ما شيء خياطة أول، هم اللي يخيطون، تخيط حق زوجة، تخيط حق بناته، تخيطون حق الأولاد، وكلهم جهزوا في الليل كل شيء جاهز، ما يرقدون في الليل لين الفجر، صلوا الفجر وهذا واستعدوا يبون مصلى، وهذا طريقة. تقوم النساء قديما بدور بارز في كل ما يتم صنعه في هذه المناسبة، حيث تقع عليهن مسؤولية تجهيز ملابس العيد وتحضير الأكلات والأطباق الشعبية. قسم الشرق وقسم الغرب، هذا اللي يروحون مني وهذا يروحون مني، وتلقى السميم يعني الحصر مفروش على الشارع، الرجال بروحهم والنساء بروحهم، كل واحد يجيب الهريز، واحد يجيب القيمات، واحد يجيب الأشياء هذه الفالي يسمونها، أنت تجيب ليط، هذا يجيب هريز، هذا يجيب آلة العيد، وكلوا ذاك، وعقب ما يأكلون هذا يزورون من بيت لبيت، من بيت لبيت، يعني هذا اليوم كامل كله حق العيد. شوي شوي نتمع يصير يزيد من بيت لبيت لبيت، نوصل من الغرب من مريجة منطقة التراثية شهر، من هني إلى شرق فريد شويهين، هذا كل البيوت نروح لها نسلم عليهم، والعصر نروح وين؟ تحت الرولة. بالرغم من بساطة الاحتفالات قديما إلا أنها تمتلئ بالترابط والتكاتف المجتمعي، وتحمل الكثير من معاني القيم والتسامح والتي تبقى بتفاصيلها في وجدان كل من عاصر ذلك الزمن الجميل.